رب يساعدني يا رب. آخ يما حبيبتي روحي الطبيب. شمس دلفي عنوي ترى مالي خلقك. يما هم من وانتي تعبانة تعصبين؟ قلت لك مالك شغل فيني، روحي خمدي وايد أحسن. يما ما أقدر أنا وانتي تعبانة. اللهم طولك يا روح. شمس قلت لك روحي عنوي ترى مالي خلقك تعبانة، لا تخليني أحط حرة عوار ظهري فيك. يلا خلاص يما أنا آسفة، أنا بقعد هناك وأطالع تلفزيون، مالي شغل فيك. كبروا اليهال تزوجوا صار عندهم عيال، بس حياتهم ما بتمشي كذي، لا بيشوفون اللي سووه بغيرهم. ايه كما تدين تدان. صح صح يا ربي، متى ارتاح من هالحمال؟ فيك صاير لك؟ يا احمد والله مو قادره اوقف على حيلي، ظهري ذابحني. زين امشي خلنا نوديش الطبيب. احمد يعني شنو يبي يعطيني الطبيب؟ زين شلون اقدر اساعدك الحين انا؟ احمد خلاص خلاص ما بيك تساعدني، خل اروح المطبخ اسوي لي انسون وايد احسن، فكني. فكني؟ ليش المره الجايه ما تحوكيني راشدي احسن؟ يبا تبي اسوي لك شيء تاكله؟ لا يبا متعشي. انت ليش ليه مو نايمه باكر؟ ما عندك مدرسه؟ يبا مو انا كنت نايمه سمعت امي تصارخ ظهري وظهري، جيت اسالها في شيء كانت تزفني، بعدين يبا خلاص طارت النومه. انا بعد نفسك لجتني، دقت علي مليون مره تعال وتعال، جيت لها اخر شيء تقول لي فكني. والله في مره عاجل تقول حق رايلها فكني؟ يبا مسكينه تكسر الخاطر، يمكن صدق ظهرها يعورها. وانا بعد ما قصرت قلت لا وديش الطبيب. يلا ما عليه. يبا تبي شيء؟ انا بروح اطمن على امي. سلامة عمرك يبا. زين وصلت. زحمة هالحادثة من صدقك؟ ايش فيك قاعد تكذب؟ حادث على الخط الصغير. تعالي اوغيك بس كذب عيب، ريالش طولك وش عرضك كله تكذب، عيب تكلم. شوف قولي الصدق ما راح اسوي لك شيء، تكلم. مو انا كل ما اقول لك صدق انت تقولي لي كذاب وكذاب. استغفر الله العظيم، لانك كذاب، كل ما اقول لك شيء تكذب. زين خلاص انا كذاب. تكلم وقول لي وين كنت. كنت مع رفيجي صالح. شنو؟ انا كم مره قايله لك لا تمشي مع هذا وبعد طالع معه؟ هو دق علي وهو لا يعني شفته صدفه بالجمعيه، قال لي طلبت لك لا تغدي، انا عازمك. بعد كذب؟ انت شنو تتغدى كذب تتعشى كذب؟ بس ارحم روحك كذب. يبا رفيجي من عمر يعني من واحنا يا هال غبي احنا. اي عادي، قول لمرتي ما ترضى امشي معاك، وانا احبها وما ابي اخسرها، ولا انت تبي تخسرني عشانه؟ وخلاص سكر الموضوع. نعم انت تقول لي انا اسكر الموضوع؟ انا كم مره قايلت لك انا لا اسكر الموضوع وبكيفي وبمزاجي، مو بكيفك انت. وثاني شنو هذا ريحتك كلها سجاير؟ لا بعد قول لي ما دخنت سيجاره واحده. الله يهداك يا ربي بعد يكذب. قوم يلا قدامي فرش اسنانك. يلا
لك يما، والله حاسه باللي تحسين فيه. شمس، شمس، صباح الخير يما. صباح النور. يما شلون صرتي؟ الحمد لله أحسن. يما ليش نايمة هني؟ يما قلت أخاف تكونين محتاجة شيء. بعد عمري والله. يما بتداومين اليوم؟ أي يما لازم أروح الدوام. يلا قومي قاعدة أختك. إن شاء الله. قمر 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 يلا قومي. زين زين حنا قوم. دام قايمة يلا لا نتأخر على المدرسة. زين بس تحنين قلت لك يلا قومي قومي. يلا ترى أنا ذهبت كل شيء. هذه ليه الحين نايمة؟ ويه هذه ردت نامت. أقول لك قومي يلا يلا قومي. شو تريجي على قلت لك زين. شمس قمار شمس كان يما خالصين. يلا يما وينكم تأخرنا؟ وين اختك؟ جاي. انت بتروحين كذي المدرسة؟ ايش حق مو مشط شعرك؟ ما عادي كلها مدرسة. لا والله عادي ها؟ علشان مدرسة بتروحين كذي بكشتك؟ يلا روحي مشط شعرك. ولا اقول لك شمس يما روحي بالمشط خلت مشط كشتها تحت بالسيارة. إن شاء الله حاضر. يلا يلا لا تأخرين انطرج بالسيارة. زين زين يوم. يلا انتي مكشة امشي. ما هذي يعني كلها مدرسة يعني. ايه كلها مدرسة. امشي امشي خلصيني. مالي خلق مشط. صباح الخير. صباح النور. ليش متأخر؟ لا اليوم إجازة. وليش ما تقول؟ خلاص نسيت الله يهداك. نشغل صباح الله خير. بروح عند أمي. تبيني بشغل تجين معي؟ نعم. تبيني أنا أروح وياك عند أمك؟ أنت تدري إن أمك دم ضروسها شيء اسمه ميعاد. تبي أروح وأعكر مزاجي طول اليوم؟ عاد تغيني ظلمتيها؟ أكثر واحدة تموت عليها تموت عليها تتشهق باسمها وتحبها أنتي من بين كل الجنايب. ما شاء الله مفروض أصدق صح؟ حبها برص إن شاء الله. قول آمين. يلا عاد ما أخضع عليها مهما كان. هذه أمي. إي هذا اللي فالح فيه. بس أمك اللي ما ترضى عليها وأنا ترضى علي. إذا خلينا من أمي حين وين غايها أنت؟ مو شغلك. ليه صرت تقول لي أنت وين تروح أول بأول بعدين أسألني هالسؤال يا الكذاب. مشكلة كذاب لكن قلبي يحبك مليون مرة. قايلش لا تحطين طماط. بس تتعمدين. بس عاد خلاص عاد ذبحتنا سناب شات. ايش تبينا نسوي لك؟ انت قاعد ساكت سولف وانا راح اسولف معاك. اسمع لي انا بسوي فيها شيء بس ما ادري شنو.
عاد جد خالتك ما شلون صايره؟ انا قاعد اسوي سوالف قاعد انغث، ما ادري انت شلون متحملها. زين لو انت بمكاني يعني ايش بتسوي؟ ما ادري لو انا مكانك ايش بسوي، بس ما راح تصرف نفسك، يا راح اخليها تحبني، راح ارفع لها، يستانسون شي والله. خبل انت خبل، ما تعطي وجه حق احد، ايش فيك؟ اول ما تشوفني تعقد النونه وتعصب. انا قايل لك والله، الخلل فيك انت، انت اللي ما تعرف تتصرف. المهم تمشي ولا شلون نروح بيوتنا؟ وين تمشي بعد؟ تعال معاي. اي معك، عندكم غدا ولا لا؟ ايش فيك انت ايش فيك؟ بطيني بطيني انت، توك ماكل وشارب قهوه، شنو ما تنغث؟ ما انت مغدينا يعني؟ يبا غديك اغديك، امشي امشي السالفه هذه. قوم قوم استاكل؟ يلا يا معودي انا والله. او ما تمتن بعد يا عيني. قوم أخيراً ما بقيت أحمل، بحط هالورقة بعين طيبو عشان تنثبر. لا لا ما بيقول لهم الحين، أخاف يعطوني عين ويصير بالجنين شيء. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. هاي يما شلونك؟ عساك طيب؟ خير خير وعافية الحمد لله، انت شخبارك؟ الحمد لله يما، تبي نجيب لك شيء؟ لا قبل شوي بيتغيق والعصير قاعد على كبدي. يلا بالعافية. عافية قلبك. امي وين؟ فوق الحين تجي. شلون مزاجها؟ والله عاد امك ما ينعرف لها مزاج، مرة فوق مرة تحت. انت دخيتي؟ اي دريت. انا ما ودي استعجل، أخاف بعدين تصيغ مشاكل. عادي يا يما، أنا بهالأمور ما تدخل، مالي شغل. أنا ودي أكلمها بس أخاف تزعل. والله اللي عرفت إن الموضوع خالص. يتأجل يتأجل. ما أدري كيفكم. هلا هلا بهالزود. هلا والله هالحلوة اللبن. هلا فيك ما شاء الله عليك، أشوفك معرس إن شاء الله. معرس مغة ثانية بعد؟ ثانية وثالثة ورابعة، الشر حل الأربع. ميعاد هلا حور، شلونك؟ الحمد لله، شلونك انتي؟ حبيبتي الله يسلمك، انتي شو اخبارك؟ عساك بخير؟ الحمد لله. هاش عندك قسم الحوامل، حامل ألف مبروك إن شاء الله. لا ولا حامل ولا شيء، ايش دعوة، بس عندي مراجعة، أنا أخذ لي فترة راجعة هني. انت ايش فيك شكلك تعبانه؟ اي والله تعبانه، ادعي لي ان الله يسهلها علي. ومعاد سامحيني، فرحت لك من كل قلبي، عبالي حامل. حبيبتي الله يسمع منك. انت شنو جايه تسوي سونار؟ لا بيني وبينك انا خايفه اسوي سونار، وخالتي متنحه تقول اذا طلع اللي في بطنك بنت حتخليه يتزوج علي. لا حبيبتي ما تقدر ولا بكيفها حتى. لا حبيبتي الا تقدر ونص، هذول عيال طيبه يتنافضون منها، يرجفون يموتون خوف. وي حبيبتي انت اللي ما عرفتي رايلي، ترى خذ لها شهور وهي تهددني، بزوج رايلك بزوج رايلك، لا قدرت ولا راح تقدر، انا رايلي مثل المسطره خاتم بصبعي، اودي بكيفي ويبه بكيفي. لا حبيبتي غلطانه، عيال ما عرفتي عيال طيبه، عيال طيبة إذا أمهم طلبت منهم طلب يقومون ينفضون يتراجفون منها، ما يردون لها أي طلب. حبيبتي قضبي لا يطير منك الريال، يبي لك ظنة، تراه ما يموتون على المفاجآت، خو عيال طيبة عيال المفاجآت. إيه الله يعين، خير إن شاء الله. المهم أنت شو عندك؟ ماكو، بخلص من هني وبروح الدوام. خلاص عيالي إذا خلصتي وما عندك شيء كلميني نطلع نتمشى، شايت؟ اوكي تم صار، يلا ديري بالك. ها يلا مع السلامة حبيبتي. باي باي. يما شنش طالعة؟ اي بروح المكتب. زين تخليني اجي معك؟ اي خليك تجي معاي بس ها بسيارتي. اوفخ بنزين. ما شاء الله عليك. عنك شو معنك؟ انا بسوق. شنو؟ انا بسوق.
لا حبيبي، سيارتي ما حد يسوقها غير. يلا يلا اركب. يمه يمه هذه فيها سوالف، قول اشوف. خلينا نأجل الموضوع شوي. نأجل الموضوع شوي. لا طبعا، انت لي متى بتتم كذي؟ ولدي وعرفك التنافض من ميعادوه. تذكر لما كنت ساكن عندي؟ تذكر ايش سوت فيك؟ قدام عيوني طقتك، في مرة طق ريال طول بعرض. يا الله ما فضحتنا الجيخان كلهم بغوا. ذاك اول، ذاك اول غير. الحين 2016 شخصيتي اختلفت كليا، شكلها تعلقك في السقف. اركب اركب بس اركب يلا. والله العمال الحين بدقون على حقيمهم، بيقولون في واحد قاعد ينطق من مخته. ايه اركب. فضحتينا يما. الو هلا حبيبتي، شلونك؟ الله يسلمك، فديتك. انا متصله بشرك، انا حامل. حياتي مشكوره، الله يبارك فيك. صدق صدق مشكوره وايد على الدكتور اللي عرفتيني عليه، لولا فضل الله ثم فضلك كان انا لحم ما حملت. مشكوره حياتي، الله يبارك فيك، تسلمين. اي لازم لازم نشوفك. اوكي يلا يلا، مع السلامة حبيبتي، باي. ما شاء الله ما شاء الله، ايش هالزين ايش هالزين. النيو لوك مال الشركه خطير. كان ربك قلت ما شاء الله توم. ايش فيك يما؟ خليني اداوم عندك بالشركه، جاب الحلالك. اذا سويت اللي اقول لك عليه بشغلك بالحسابات عندي. حلفي صدق؟ اي صدق. أقول ذهب نفسك، بنت أخوي واحدة ما تطوف، أرملة وما عندها عيال. ولك مني، إذا تزوجتها لك حلاوة لا صارت ولا استوت. أوكي تمام، وأنا غلطت. بس أبيك تعاملها أحسن من مرتك النسرة، هذه اللي أبيك خاتم في صباعها. زين ما هي حلوة تخلي الحين ما شفتها انا. ارجع واقول لك ابرك مليون مره من مرتك النسرة. كافي فلوسها، تدري لو ساهمت بربع اللي عندها نفتح شركتين. بعدين مرتك حتى عيال ما فيها، اللي تزوجوا معاك عيالهم في المدارس. اتوقع صبرت عليها وايد، ويا الوقت اللي تتزوج فيه، فاهم؟ طيب كل همها العيال، تبي عياله بس. آخ بس لو طلع اللي بطني ولد أكيد بتغير معي وايد. الحمد لله.
شو اللي كنت بسويه؟ لازم أركز أسوي شيء ينقلب ضدي بعدين. ما بيك تروح لهم بهذل، أبيك تروح كاشخ. إن شاء الله إن شاء الله يما. اسحب الفلوس حطهم في حسابك. بس شنو بس؟ أقول لك اسحب الفلوس وحطهم في حسابك. مرتك أعرفها زين، تشم الفلوس شم. ما كذي ولا كذي راح تدري. أول ما دي الشيء بغصيد على طول يدزون البنك. مسجات على طول أول بأول. افتح لك حساب جديد. ايش فيك؟ ما تعرف تتصرف؟ بعدين بفهم انت ليش تخاف من مرتك؟ هي ماسكه عليك شيء؟ لا يما، شنو ماسكه عليك شيء؟ قيداج مو خوف، احتغام. ما احبها يما. حبك برص انت وياها قول امين، ولا ليش؟ حبها برص بروحها، انت ولدي ما ارضى عليك مهما كان. يما خلاص، ما يصير خاطرك طيب، بفتح حساب جديد. واي شيء ينقصك بس قول لي. يا بعد عمري يا احن يا حن ام ولدي. فارج ولا تنسى يمعتنا ومرتك النسره هذه ابيك تجيبها، مو تقول لك ما ابي اي. خلاص خلاص تم تمغينا مغ. يلا مع السلامه. فارج عيالي واعرفكم تموتون على الفلس مثلي. الو. هلا والله. الحمد لله بخير. لا احنا خالصين فعليك. لا ان شاء الله بس يكونوا جاهزين للسفر. خلاص انا ابلغكم اول باول. على خير ان شاء الله. يلا مع السلامه. تفضل. تفضل. شنو هذا؟ ملف اللي طلبتي. أبيك تشوف المناقصة أبو خالد. على من ورست؟ أستاذة شلون بعرف؟ تصرف. شلون أتصرف إذا ما أعرف أي أحد منهم؟ أنا ما أحب أخذ وأعطي. قلت لك تصرف يعني تصرف. طلع لي هالمعلومة من تحت الأرض. حاضر. لا تقول لي حاضر وأنت مصفط وجهك. حاضر. تفضل. عندك. هذه ثالث مناقصة تروح مني. لو عندي ميزانية كان طشرتهم. ما علي هانت. أنا دي حصة مني غجواه غيامه على بني تضغب ويطلع معايا اسمه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. هلا بروح روحي. ها شو طابخ؟ عيش ومرق بامية. أحلى والله. بس؟ اي. وين اللحم؟ وين الدياي؟ وين السمك؟ أمغي عسى هذا الميدان يعني أسويه عسى غير. لا والله ليش متوى مداك؟ وين كنت؟ وين رحت؟ كنت مع واحد من الربع بالقهوة. ما شاء الله عليك أنت تبدع تبدع بالشب. متى تيوزنت؟ متى؟ اي والله هذا الصج فيك الحين. شنو انشب غدا ولا شنو ما تبي؟ لا ما ابي، ابيك تروح المطعم وتجيب لي اكل. ليش مطعم؟ صاغلي ساعه بالمطبخ اطبخ الحين تقولي لي مطعم؟ اي عشان تأدب، عشان مره ثانيه تعرف شلون تكذب. وثاني شي قول لي امك ايش قاعده تقول لك من صباح الله خير؟ قالت لي ولهان عليك تبي تشوفني. ما شاء الله، وانا مفروض اصدق صح؟ هذا تليفون بيجي عليها شيء.
ما ابي ادق على احد ولا ابي اسال احد، لكن حط في بالك شيء واحد، اذا انت قاعد تكذب علي ترى ما ردي بعرف. زين؟ زين ان شاء الله. يلا قوم قدامي، يلا جيب لي اكل، يلا يا عانة. خلاص ادق على المطعم دليفري. لا 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 يا حبيبي لا، انت تروح وتجيب لي بنفسك. يلا يلا قدامي قوم. ان شاء الله ان شاء الله خلاص. أمينة؟ أمينة؟ هلا أختي. هاتش الخضرة بس لا تخلين صوفيا تغسلهم. لا وي أنا موجودة، وخلي صوفيا تلبس شيء أفو عليك، الحين أسوي لك أحلى سلطة. أقول أبيك بموضوع بعد الغداء. إيه إن شاء الله على خير. أمينة اليوم مشتهية أكل على الأرض، يعني فرشونا الغداء في الصالة. اي ولا يهمك، تامرين امر، انتي روحي بس بدلي ملابسك وصلي وثواني تكون السفره جاهزه. حياك حياك، تعال دش دش، ماك احد ماك احد. يا معود لا تينا خالتك تسوي لنا سوالف الحين. والله فيك انت خالتي يبانا مو راد عليها اصلا، طاقها بالطوفه. اقعد اقعد يا روح روح نقعد الدار، شو المشكله اخي؟ وعاد تقول لي نقعد بغرفه؟ لا زين تغدى انت، غدى فوق، شو المشكله؟ زين اقعد خلنا روح يا باكل. يلا يعطيك فرط طول تنع هذا. يا حياتي شلونك اليوم؟ زينه؟ شوي وارجع لك. ها حياتي ايش مشغول ومرقه؟ يما تكفين صاحبي معاي بيش تنجب لنا. انت ايش فيك؟ ليش متعمد تحرجني مع خالتك؟ كم مرة أنا أقول لك إذا تبي تعزم أحد ودى المطعم ودى أي مكان لا تجيب البيت. أي مطعم؟ يما أي مطعم الحين؟ الريال قاعد بالصالة فشلة، يدري إنه طابخين، ريحة المرقة واصلة لآخر الشارع، إيش فيك؟ بعدين فشلة يما، هو دائما يعزمني ببيتهم يغديني، هالمرة بس أبي أعزمه. تكفين لا تفشلين، تكفين. إن شاء الله، خذ غسل هالخضرة هذيلة، أنا الحين أروح عند طيبة وأكلمها وأخليكم تاكلون معانا. لا يبا لا غسل الخضرة ولا ناكل معاكم، ليش نقعد ناكل معاكم؟ خالتي بس قاعده تخزني على الغداء وتطالع صحني، ودها تاكل لقمتي، بعدين يما انا بطني قاعد يعورني منها، والله اقعد اقصقص عينها نار اختك. اص ولا كلمه عاد، الزم حدودك، ترى هذه اختي انا مرضى عليها، فاهم؟ زين زين يبا زين زين، ايش قلت انا؟ الحين ما قلت نصره، الحين ما دعيت عليها انها تموت. زين اي وينها الحين؟ راحت تبدل وتصلي. صلوا عليها ان شاء الله. يلا غسل الخضره. هاي انت هاي هاي. هلا هلا خالتي. انت من وش تسوي هني؟ انا بس عارفه تسعش ونسيتيني. شنو انت ما تستحون على ويوهكم؟ افرض نزلت لابسه روب ولا بيجامه، انتم ما تعرفون الاصول. والله هو صح خالتي، انا قلت حق سعد الله يهداه هو اللي قال لي. تقلقلت حنوك ان شاء الله اقول امين. اي ما تقول امين. امين امين. خير خالتي ايش فيكم صاير؟ انت ما توزن سوالفك. هي سوالف بعد شو مسوي انا؟ كم مره قايلت لك اذا بتجيب واحد من خمه ربعك تستاذني؟ انت تعاند ولا تعاند؟ خالتي شو السالفه؟ شو هالحكي؟ شنو خمه؟ بعدين انا جايب صاحب البيت، يعني شو المشكله؟ يعني بينطبق علينا السقف ولا بتطير كاشيه من بيتك؟ اقول تحكى عدل لا خلي الحين الجوتي تحكى بدالي. جوتي؟ يلا انا بشوف بشوف، طقيني بالجوتي طقيني. والله مديت يدك بتشوفين شيء عمرك ما شفتيه. تعاندني وترادني؟ إيه إيه. هذاني مديت إيدي. راوني إيش بتسوي؟ راوني المرجلة إيش بتسوي؟ خالتي إيش فيك عن الملاقة والمسخرة صاحبي قاعد. لا راوني إيش بتسوي؟ لا تمشين لا تمشين. الله يهديك هدي إيدك ما هد إلا لما تهدين. هد يا قليل الأدب يا عديم التربية. ما راح أشيلها، شيل إيدك أنت. هدي وهد. هدي وهد. ما راح أهد، هدي هدي أنت أول. خالتي على الملاقة. مسوي روحك ريال قدام ربعك ها؟ قدام رفيجك مسوي روحك ريال ها؟
شوفي عاد ايدك هذه اذا مديتيها علي مره ثانيه اقصها من هنا تفهمين؟ يلا خالتي ايش فيك؟ يبا انت متى بتسافرون؟ والله ما ادري يبا يدتك كل مره تقول هالجمعه وكل مره تكنسل. زين يعني انت وش حقه بتسافرون؟ عندنا شغل يبا. الشغل يخص يدتي؟ لا تسالين وايد ترى ما احب هالطبع هذا لا يصير دمك ثقيل. يبا هلا يبا. ما خليني اتغدى برا. تغدى برا؟ وامك الغدا اللي مسويته شنو؟ يبا أمي كل مرة تطبخ جيت على اليوم حتى أكلها ماسخ. لا 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 ماسخ ولا شيء بس أنت اللي بطنش تعود على أكل المطاعم عشان كذيك اليوم الثاني تين تقولين لي بطني يعورني. خلاص يا طيبة بس ما أبي أشوفه في بيتي. ولدك هذا بيذبحني أنا أدري بيذبحني لكن هين يا سعد إن ما خليتك تخاف من ظلي ما أكون أنا طيبة. أنا طيبة اللي وقفت ريايين على ريل واحدة. أي ولدك هذا النكرة النتفة الأمعة يطلع رجولته علي؟ اهدي يا طيبة أنت الحين معصمة وما تدري ايش تقولين وبعدين الشيطان شاطر. ماكو شيطان غير ولدك. قولي لي ياخذ هدومه ويطلع برا بيتي ما أبي في بيتي. وين يروح يا طيبة؟ وين يروح؟ مو شغلي ما أبي في بيتي يطلع برا بيتي. شوفي يا طيبة إذا سعد طلع برا البيت أنا طالعة معاه. صدق أنتي أختي وحبيبتي بس أنا ما أهد ولدي. لا يا طيبة لا تخسرين أمينة لا تسويها صدق تطلع. سعد من صدقك؟ رد رد هدومك تعذب لي سردهم. ما راح أقعد نص دقيقة بهالبيت تفهم ولا لا؟ شنو وين قاعدين احنا بمدرسة؟ حتى المدرسة مو كذي، المدرسة فيها حصة العاب وحصة رسم وفرصة، هني كلها طابور طابور. شنو يعني انت معصب وقاعد تنكت الحين؟ لا ما قاعد انكت انا من قهر من قذف، شلي بهالمذلة هذه انت من صدقك؟ وين بتروح؟ ارض الله واسعة يمه. عادي كذي يا يمه؟ تخلي امك تروح؟ يمه انت عاجبك اللي قاعد تسوي فينا؟ عاجبك معاملتها لك بهالبيت؟ قاعد تهينك قاعد تسويك نفس الخدامة. خالتي ما عليك منه هو معصب شوي ان شاء الله من يده راح يرد هدومه لا تخافين. اسمعني يا سعد اذا انت بتهد البيت وتطلع وتنام بالشارع انا ريلي على ريلك انت فاهم؟ زين لك يعني زين لك بتخلي امك تفتر وراك بالشارع على شارع ترضاها انت؟ وانت الحين ما تستحلى وجهك؟ تحب دا تقول لي تعال حياك عندي البيت والعين وسعلك من المكان تصف معاهم ضدي؟ وين تجي بيتنا يا محمود؟ صدقك بيتنا هالكبر وانا وامي موجودين فيه. انت بتذكر البيت الكبير اللي عندنا صدقك انت؟ الله لا انا لا اقعد لو بغرفه مساحتها متر بمتر احسن لي من هالمدله اللي انا عايشها هني. لا ما عليك انا عندي لك حل راح يضيع وقتك. اليوم العصر بسجل بنادي تعال سجل معي رد البيت بس وقت النوم. يا عمي روح زين وقت نادي الحين بس والله انه بردت شد يوم اني طقيتها. يعني انت شي مستانس ها؟ طاق لي مره عوده؟ يبا والله تسوي لك مصيبه بعدين لا تقعد تسوي لنا سوالف. اختولي احسن خلها تتأدب علشان مره ثانيه تمشي سيده. يونس ايش فيك ماما؟ تعال حبيبي. فيك شي حبيبي؟ في شي يعورك ماما؟ يونس بابا وصل عشان نروح نتغدى.